أعلن مركز الإعلام الأمني أنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة عمليات ديالى، نفذ طيران الجيش ضربة جوية في حوض حمرين أسفرت عن قتل 4 إرهابيين وتدمير وكر لهم. وأضاف بيان للمركز أن قوة من الفرقة الخامسة نفذت عملية أمنية أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين يحتويان عبوات ناسفة وتجهيزات عسكرية جنوب ناحية كنعان بمحافظة ديالى.